السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم زينب من قناة فوديز، واليوم جيت باش نصيبو دي كيك بلافوان بدقيق الشوفان. نخليكم مع الوصفة المقادير. انا غنبداو ب 200 غرام ديال رقائق الشوفان، غادي نديروهم في شي بول فين غادي نخلطو، غادي نزيدو عليهم الحليب، كاس كبير ديال الحليب، نبداو نزيدو المكونات الاخرى بشوي بشوي، يعني نزيدو البيض، السنيدة والخمارات والفاني اللي عندنا. في الاخير كنزيدو الخمارات بطبيعة الحال، كنخلطو المكونات كاملين مزيان مع بعضياتهم، كنزيدو لي بيبيت دو شوكولا، رقائق ديال الشكلاط. الا بغيتو تنسمو بهم، بغيتو تنسمو بشي حاجه اخرى، فواكه جافه، شي فاكهه، ممكن تزيدوها. نجيبو لي مول ديالنا فاش غادي نطيبو، انا غادي نطيبو في دي مول صغار، تقدروا ديروهم حتى في مول كبير كتجي مزيانه. كندهنوهم بالزيت وكترشهم بالدقيق، انا هنا مرشتهمش بالدقيق ولصقوا لي شي شويه، دونك من الافضل ترشوا حتى الدقيق قبل ما تحطوا الخليط. دونك كتحطوا الخليط تقدروا تعمروه حتى تقريبا يقرب يعمر كامل، حيت ما كتنفخش بزاف. ما كنعمروا المول ديالنا كامل تقريبا كيجي على هذا الشكل، كندخلوه للفران لمده تقريبا واحد 30 دقيقه على درجه حراره ديال 200 درجه، كيجيو لي كيك ديالنا على هذا الشكل. نتمنى الوصفه تكون نالت اعجابكم، ما تقولوش عليا بتعليقاتكم، الى اللقاء قريبا.